الاندلسي لليلان شي قطع كلاسيكيه كاين الانداح الحضره الصوفيه ولكن ما فيهاش يعني الشركيه ولا حضره صوفيه وكاين العيساوي كاين مسائل هيدا تراثيه طيب ماشي بحال دابا وان العرس كتكون فيه جميع الالوان ولكن مثلا مناسبه المولد ما غنمشيش الطرابي والشاطي والشعبي انا بين قوسين غنكونوا في اطار ديني مثلا حتى الحنه حنا عندنا الحنه عندنا كنسميوها النبيته عاد عندنا غدا الليله الكبيره حتى في النبيته يعني كنحاولوا نكونوا انداح حاضره شويه تشقاره او لا عليا مجاهد المدارس اللي كبرنا عليها بديت مع الحاضرة أول بداية مع الحاضرة لأن النشأة ديالنا كانت في الحاضرة ولكن مع المدة طورت بديت كندخل الآلات كندخل في عود القانون دابا كاين الأورغان يعني البديل ديالها ما كاينش الأورغان ما كاينش القانون أي جواب ما غاتجيبوش إلا كان شي مهرجان ولا برنامج يعني خاص استبدلنا الأورغ القانون بالأورغ وكانت الآلات اللي شفتي الوتريات العود الكمانجة ذات المسائل ديالي كتطور هو اجتهادي كانت هواية صبحت حرفة ما عرفتي واش صدفة ولا قدر ولا الله أعلم ولكن هذه هي الحقيقة وما رغم أن الجدة ديالي والأم ديالي 35 سنة بالحضرة جلست مع لا فاطمة العروسي جلست مع فاطمة السوسية الجارة ديالنا شهابة يعني شارع واحد عندنا وكانت بزاف كتجي معنا وكنمشيو عندها انا ديك الشيء كانت تاثر بيا وكنلعب به في الطفوله ديالي كنا كنلعبوا هيدا حنا ما عندنا والو كنلعبوا هيدا وحنا ما لا انا ولا الاخوه ديالي سبحان الله القدر بغى نكملوا حنا رساله الام ديالنا وفعلا حتى ماتت يعني عمرنا ما تقدمنا عليها دائما هي في المقدمه حنا بعادي نهار اللي ماتت سبحان الله شاء القدر انني نكون فعلتها ما عرفتش الله اعلم